مشاهدنا الكرام، وصلنا إلى فقرة مثلة خير، وإن شاء الله أنه يكون فيها الخير إن شاء الله. أخي محمد، طبعا هنا كل يوم نعرض لكم صورة من صور الكفاح، سواء في الجانب النسائي أو الرجالي أو عدة يعني من جميع الفئات. هذه الصورة لامرأة مكافحة دلنا عليها الأستاذ محمد الحبيشي، نتعرف عليهم ونعرض يعني قصتهم، هذه قصة الكفاح على جمهورنا الحبيب. عموما أم تسليم، أم تسليم متزوجة؟ أم تسليم أيوة متزوجة موجود، بس تعبانة يعني ما قدرتش أشتغل ولا شيء، فاضطريت أنني يعني أشتغل بالمكينة هذا، واشتريته طبعا عطلانة وكانت معوقات لي، وكنت يعني أنا أحباط. طيب كملك بالعمل هذا بالخياطة؟ نعم قلت كله مدة سنة، بس الحين موقف لفترة كثير يعني طيب 6 أشهر أو 7 أشهر. والدخل هذه يكفيك أنت والأسرة؟ لا طبعا يعني، لأن هي المكينة أصلا خربانة يعني كل ساعة يعني صلحها وتصلح حق أكثر من مثل هذه النماذج الجميلة والرائعة اللي هي يعني مكافحة في ظل الظروف الصعبة هذه. وأنت ما شاء الله يعني قمت بمقام الزوج، فالنساء شغائق الرجال سبحان الله العظيم. لأن الأمهات أو أكثر النساء تحس أن فيهن الخير لأبنائهن، وحتى أحيانا لأزواجهن إذا كان فيه أعطى أولادهن. وهذا مثال رائع يحتذى به فعلا. يعني وقفت مع زوجها متعب مبعد ما فيش داخل ما فيش، قامت هي تقول رغم أن أنت تعبة وخليناكم عزيزي المشاهد خلينا تجلس بهذا الشكل، لأن عندها تعب في رجلي. أيوة كان عندي قلطة في شريان. ربنا يشفيكم إن شاء الله. أخي محمد طبعا دلنا عليكم وقال أنتم يعني مصدر دخلكم هذا الخياطة، ولكن قال المكينة خربانة فوقفتوا من 5 إلى 6 أشهر. إحنا في برنامج رحلة حظ وفي فكرة بذرة خير، وكما كلمنا الأخ أستاذ محمد حابين نقدم لكم شيء معين. الشباب هذه مكينة وهذه الفاتورة تبع المكينة. أخذنا لكم مكينة خياطة من الدرجة الممتازة بمبلغ 120,000 ريال، وهذا طبعا الكرسي حقتها كرسي مع المكينة وصلوا كفاحكم والرزاق والله إن شاء الله، ولا تيأسوا إن شاء الله بإذن الله فلكم الأجر من الأجر لكم الأجر إن شاء الله. وإن سبحان الله ربي عز وجل سيعكس عليكم بالصحة والعافية والأمن والأمان، ليشفي لذريتك ولزوجك إن شاء الله ويدوم بالسلامة إن شاء الله. أختي طيب تحبي توجهي كلمة ولا تقولي شيء؟ طبعا أني أقول الشكر دائما لله سبحانه وتعالى، الحمد لله، ثم للعاملين الذين وصلوا إلى هذا المكان عشان يعني نواصل مشوارنا والهدف التي كنت أسعى إليه إنه يتحقق، وبإذن الله إن شاء الله من اللحظة إن شاء الله يتحقق هدفي وشاعيش إن شاء الله أحسن من الأول. ربنا يسهل. أعزائي المشاهدين كما تعودنا الهاشتاج اللي طلقناه لكل بيت لكل حارة لكل منطقة للجمهورية كامل، جارك في انتظارك، تفقد وجودكم، كل واحد فقد جاره، مش ضروري لما يطلب منك لا طبخت فعلت اشتريت اعطي جارك اعطيه ولو ما طلب منك. هذا هو التكافل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله وانتظرونا في الفقرة القادمة.